وأكد الرئيس السيسي أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع هو خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية. وشدد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي على أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات. كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. كما دار نقاش معمق ومثمر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتتبقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم.